في عام 1984 كان لبنان قد بدأ يتحول إلى مستنقع موحل لأقوى جيش في الشرق الأوسط، على الرغم من اغتيال الشيخ راغب حرب الذي أصبح بعد استشهاده رمزاً للمقاومة. شكل احتضان المواطنين للمقاومين عنصراً حاسماً لجهة تنفيذ عمليات ناجحة ومساعدة منفذيها على التواري والاختباء عن عيون الاحتلال. كان الاعتماد على مين؟ اعتماد على الناس. أنا بتبرع، فلان بيتبرع، كل الناس بتعتبر حالها أنه بدها تعطي مال. وطبعاً الإمام بالإطار شرعي أجاز من الحقوق الشرعية لدعم المقاومة الفلسطينية، وأيضاً أجاز من حقوق الشرعية أنك أنت تدافع عن حالك، تحمل سلاح وتدافع عن حالك. كانت النسوان حتى، يعني المرأة تتخلى أنه أنا إذا بدي أكون يعني أنا أشارك في المقاومة، كانت تتخلى عن ذهبها، تتخلى عن كثير من الأمور اللي عندها إياها. أكثر إذا اليوم برجع للأرشيف، في كثير من البنات، في كثير من النسوان اللي ماخذي بالزمان صيغتها، أو خليني أقول يعني جواهر أو الذهب اللي عندها، المصاغ اللي كان يوم الخطبة. طب أنا مش بحاجة له، ولا لبسته مرة واحدة، ما بلبسه، ما بظهر فيه لبرا، تفضل خذوا للمقاومة. يعني بدأت علاقتي بالمقاومة الإسلامية من خلال وعي واقع الحال ووعي المشروع الإسرائيلي الخبيث الذي كان متموضع في المنطقة، وقراءة وتحليل لهذا المشروع. كان لابد من الخروج من الشرنقة الطائفية إلى الفضاء الرحب والأوسع، إلى عنوان مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي من أجل تحرير الأرض. يعني هذه الأرض التي يملكها المسلم ويملكها المسيحي. اتخذ ديغوال أبو طاس قراره في وقت كانت بلدته رميش تتحول تدريجاً إلى معقل لقيادة ما يسمى بجيش لبنان الحر بقيادة سعد حداد، على وقع عمل إسرائيلي مكثف لتطبيع أهلها معه. الاحتلال الإسرائيلي استطاع أن يستقطب الناس أيضا من بالجانب المادي، أن يحشد الناس بسبب الترغيب من البوابة المادية، عبر ما يعني مثل ما قلت فتح بوابات العبور ودعوة الناس إلى العمل داخل فلسطين المحتلة، ودعوة البعض الآخر الذي يرونه محتاج، يعني محتاج ماديا. كان في كثير من الأشخاص العاطلين عن العمل يبعثوا له الناس يقنعوهم ويضغطوا عليهم بشتى الوسائل والسبل، حتى كانوا يمنعوا التصاريح عن بعض الناس يعني من أن تخرج إلى خارج المنطقة المحتلة للبحث عن عمل خارجها، كانوا يمنعوا عنهم تصاريح العمل. عدت العمليات الاستشهادية الابتكار الأبرز في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية الشهيد أحمد قصير النوعية، التي كانت فاتحة لعهد الاستشهاديين. وجدنا أن القتال بهذه الطريقة يعوض عدم وجود توازن في القوة بيننا وبين إسرائيل. كيف يمكن أن نواجه إسرائيل بأسلحة بسيطة متواضعة، يمكن أن نزعجها، يمكن أن نجرحها، يمكن أن نقتل بعض عناصرها، لكن هذا لا يؤدي إلى ثمرة قريبة، يمكن أن يؤدي مع الزمن الطويل أو حتى يمر من دون تأثير. إلا أن العمليات الاستشهادية عندما توقع هذا العدد الكبير من الخسائر، هذا يرعب العدو، يجعله يفكر بالخطر الذي يواجهه، ثم ما قيمة أسلحة العدو أمام استشهادي؟ العدو يهدد بسلاحه أنه سيقتل، فإذا كان الطرف الآخر لا يهاب الموت. توجت فرحتي لقرار هذه العملية الاستشهادية متمثلا بشهيدنا الكبير فرج الله الحلو، وملتحقا بشهداء الجبهة الأبطال الذين اختاروا أشرفهم في الموت الموت من أجل الحياة.
أمثال نزيه وبلال ووجدي وسناء وابتسام خالد وهشام ولولا عبود ووفاء نور الدين. استخدمت فصائل جبهة المقاومة الوطنية كلها سلاح العمليات الاستشهادية، وكان بارزا في مساهمتها انضمام الإناث إلى الذكور في تفجير أنفسهن بدوريات الاحتلال. في حزيران 1984 الحزب عقد مؤتمر على مدى أسبوع كامل في بولونيا في المتن الشمالي، وكان شعار المؤتمر المقاومة قدر لا خيار. هذا الشعار، هذا المناخ، هذه الثقافة، هذه الذاكرة التموزية، هذه البطولات، هذه العمليات كلها رسمت خط لمدرسة جديدة هي مدرسة الأجساد المتفجرة والعمليات الاستشهادية. وكان البطل الأول الشهيد وجدي الصايغ في 12 أذار 85، وكانت البطلة الأسطورة سناء محيدلي في 9 نيسان 85، وجاءت بعدها قوافل من العمليات التي نفذها من مالك وهبي إلى ابتسام حرب إلى خالد الأزرق إلى نورما أبي حسان إلى زهر أبي عساف إلى فدوى غانم إلى عمار الأعصر إلى عشرات منهم من هذه. يعني نورما أبي حسان هي مارونية بنت صغرتها، ابتسام حرب هي من قلب الشوف، من 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 قلب الشوف، وجدي الصايد ابن علي، خالد الأزرق ابن حلب، زهر أبي عساف بنت السويدة، سناء محيدلي بنت الجنوب، علي غازي طالب ابن عكار. أنا الشهيدة سناء محيدلي، عمري 18 سنة، أنا من جنوب لبنان، جنوب المحتل المقهور، أنا من جنوب الشهداء، من جنوب الشيخ الجليل راغب حرب، جنوب عبدالله الجيزي، من جنوب حسن درويش نزيه الأبرسلي، من جنوب بلال فحص، وأخيرا مش الأخير، من جنوب الشهيد البطل وجدي الصايغ. أنا مش الوحيدة اللي أخذت هالقرار، أنا من ضمن مجموعة قررت الفداء والاستشهاد بسبيل تحرير شعبنا وأرضنا، لأني شفت مأساة شعبي بظل الاحتلال من قهر وظلم وقتل الأطفال والنساء والشيوخ ومن تهديد المنازل على أهلها. لهالسبب قررنا أن نقوم بعمليات الفداء. مرتاحة كتير لأني راح أنفذ هالعملية اللي اخترتها أنا، لأنه عم قوم بواجبي نحو أرضي تجاه شعبي، وبتمنى وبطلب من كل جميع شابات بلادي وشبابهم أنه يلتحقوا بصفوف المقاومة الوطنية، لأنه هي الوحيدة قادرة على طرد العدو من أرضها. ظاهرة استشهاديين هي ظاهرة أعتقد لها تأثير نفسي بالدرجة الأولى، معنوي نفسي على الداخل اللبناني وعلى العدو أيضا، وظاهرة تعطي مؤشر إلى مستوى الاستعداد للتضحية عند هذا الشباب. هي ظاهرة فعلا شكلت هاجس كبير عند العدو لأنها ألحقت به خسائر كبيرة، هاجس مادي وأيضا أكبر هاجس معنوي، أنهم أصبحوا يخشون من سيارة تمر في الشارع وفيها سائق واحد. أنا أذكر ذلك، أصبحوا يخشون حتى من الفتيات. ريغان أرنولد رئيس الولايات المتحدة قال مرة، وبيغان، كيف ممكن ننصر إذا في شعب صار عنده استعداد يفجر نفسه لحتى يأذينا ويوقع الإصابات، كيف ممكن نحن ننصر؟ فالموضوع هو مش مسألة إمكانيات، مش مسألة ضيق مساحة العمليات اللي يعني انخرطنا فيها نحن وسوانا، بقدر ما هي ابتكار طريقة جديدة
تعمل نوع من التوازن، توازن الرعب. 12 عملية استشهادية نفذها 8 شبان وأربع فتيات آخرهن لولا عبود التي باغتت دورية إسرائيلية في القرعون، فيما كان الاحتلال يستعد للاعتراف بهزيمته الأولى. أظن أنه من البداية كان واضحاً أن عمليات التفجير الانتحارية هي مشكلة حقيقية، لأنه من الصعب جداً منع حدوثها. فإذا كان الإنسان مصمماً ومستعداً لإنهاء حياته وتفجير نفسه، فمن الصعب منعه، لأنه لا يمكن رده، إذ كيف تردعين أي شخص؟ تقولين له إذا قمت بهذا فستعاني، ولكن إن كان مستعداً للموت فلا يعود للتهديد أي معنى ولا يمكن ردعه. قررت إسرائيل وضع حد لخسارتها التي بلغت حتى مطلع أيار مايو عام 85 664 قتيلاً، بينهم 145 ضابطاً، واحد منهم برتبة لواء وثلاثة برتبة عقيد، وفق إحصاء رسمي لصحيفة هآرتس. في 15 من كانون الثاني عام 85 شرع الاحتلال في إقامة ما سماه الحزام الأمني قبل أن يتخذ قرار الانسحاب في نيسان من العام نفسه، منهياً سلسلة انسحابات بدأها من بيروت مروراً بالجبل وشرقي صيدا ليستقر في الشريط الحدودي. المشكلة الحقيقية هي أن بقاءنا كان مكلفاً، حيث تعرضنا لعمليات إرهابية ولهجمات انتحارية وغيرها من الأمور. وعندما يكون الأمر غير مكلف، لا تطرح على نفسك السؤال التالي: لما أحتاج للقيام بذلك؟ هذه هي العقلية البشرية، إذ لا نطرح هذا السؤال أبداً عندما يكون الأمر غير مكلف، لذا لا بأس بذلك. ولكن عندما يصبح الأمر مكلفاً، تطرح السؤال التالي: هل أنا بحاجة للقيام بذلك؟ وأظن أنه في تلك المرحلة أصبح من الواضح أن تلك الأفكار الطموحة جداً التي كان يطرحها شارون لتغيير الواقع في لبنان لم تكن ناجحة، لذا كانت النتيجة العودة إلى الهدف الأصلي لتلك الحرب. فالقرار الذي اتخذته الحكومة، وهو احتلال مساحة معينة من الأرض يبلغ طولها 40 كيلومتراً لمنع إطلاق الصواريخ على شعبنا، لذا لنفعل ذلك. A strip of land 40 kilometer wide to prevent launch of rockets on our population. So let's do it. الحقيقة كنت أتصور، ما أتصور أن اليهود سيمكث فقط 2 و8 أشهر في صيدا وما حول صيدا، يعني الوصول للزراري وكذا صور حتى هذه الفترة الانسحاب الأولى. كنت أظن أن الموضوع ذهب سنوات طويلة. نعم، ما كنت أتصور أنه يعني معركة قام بها جمال ومع جمال حبال ومقاومة هنا وعملية لأخواننا هنا، يعني وآخرين طبعا، مقاومة الوطنية المقاومة اللبنانية، إنه فقط هذا يعني يؤذي الاحتلال. وضعت المقاومة اللبنانية بكل فصائلها حدا للاحتلال، وأجبرته على الانكفاء إلى جنوب نهر الليطاني بقوة السلاح قبل أن تشرع في مرحلة جديدة من مراحل المواجهة. زيت نغلي بيقهر عدو، قهر عدو، مظاهرة، إمكانيات، انتفاضة النبطية، كل هذه العناوين ما كان قدام مجموعة، يعني ما كانت مختصرة المسألة إنه في مجموعة من الأفراد مسلحين في مواجهة عدو. هالمجموعة عبرت عن عقيدة وثقافة لشعب لا يمكن أنه يقبل بالاحتلال وبيرفض الاحتلال. يعني عندما بتظهر النساء تسقط نساء شهداء، هذا عنوان شو؟ في سنة 85 وصل الإسرائيلي إلى قناعة أن اتساع الاحتلال
بهذا الشكل يكلفه خسائر كبيرة، وأن المقاومة بدأت تنمو مجددا لكن بصيغة لبنانية، وكان ظنه أنه بإخراج المقاومة الفلسطينية من الساحة ستسقط المقاومة اللبنانية التابعة لها، لكن تبين أنه نشأت مقاومة لبنانية جديدة فعلت فعلها وأثرت أثرها، إضافة إلى بعض الذين استمروا من اللبنانيين بالمقاومة بحسب قدراتهم. وبالتالي كان الانسحاب سنة 85 تحت ضربات المقاومة، ولم يكن الانسحاب طوعيا. ولو كان الإسرائيلي يضمن أن يبقى بدون خسائر بشرية، ولو لم تكن المقاومة موجودة، لكان هناك إمكانية لأن يفرض شروطا سياسية أكبر. كان تلك أكبر غلطة ارتكبها الإسرائيليون. كون الإسرائيليون فكرة مغلوطة عن لبنان. الإسرائيليون لا يجيدون الإصغاء ويظنون أنهم يعرفون كل شيء ولا يأخذون بالنصائح. قيل لهم مرات عديدة ولم نكن الوحيدين الذين نصحناهم، وهم لا يبالون بنا واستهزأوا بكلامنا قائلين إننا لا نعرف شيئا، وقالوا إنهم يعرفون كل شيء. هذا صحيح، إنهم يعرفون كل شيء عن لبنان، وعلى الأرجح أنهم يعرفون عنوان بيتك وعنوان بيتي، لكن هذا لا يعني أنهم يفهمون لبنان. لديهم كل المعلومات عن لبنان ولكنهم لا يفهمون لبنان. لم يحتفل اللبنانيون جميعاً بالإنجاز الأول للمقاومة. كانت انقسامات الحرب الأهلية تخيم على لبنان، وخطوط التماس تقسمهم قسمين. كان هناك من يرى أن المقاومة ليست سوى عملية مشاكسة لن تحقق شيئاً ذا قيمة، ولن تتمكن من هزيمة الجيش الذي لا يقهر. لكن الانسحاب تحت ضغط المقاومة ومن دون شروط سياسية زاد من قيمة الإنجاز. يعني في، أنا برأيي صارت الإفادة بمجالين أساسيين. المجال الأول إغلاق الباب أمام أي مساومات مع الكيان الصهيوني وأمريكا، وعدم الوقوع بما وقعت فيه فتح والحركة الوطنية الفلسطينية، فإنه إذا إحنا تنازلنا شوي عن فلسطين، تنازلنا، قبلنا بقرار التقسيم، قبلنا بقرار 242، قبلنا بحل الدولتين. هذا الدرس اللي أدى إلى دمار حركة فتح ودمار حركة المقاومة هو الذي تجنبته المقاومة في لبنان، ورفضت أن تتنازل قيد شعرة حتى بقبول القرار 524. في احتلال وفي مقاومة، والاحتلال لازم يخرج بلا قيد أو شرط. هذا الشعار الذي يجب أن يكون الدرس الأول من دروس المقاومة. الدرس الثاني الحقيقة جاء من ناحية التنظيم والشغل والجهد والقيم التي كان لابد من أن يتحلى بها المقاتل ويشتغل فيها المقاتل. ما حدا بيقدر يكون ضد النجاح مهما كانت الرغبة، حتى لو كان اتجاهه مختلف أو رغبته مختلفة أو أحلامه مختلفة. النجاح هو اللي بيحدد اتجاهه. إذا وجد قدامه تجربة ناجحة ما بيقدر يتجاهلها ويروح على الفشل بس لأنه هو بيحلم بهذا التوجه أو بيرغب بأن يكون على سلام مع إسرائيل أو على تفضيل. اعتقد الإسرائيليون أن تجميع قواتهم في بقعة جغرافية محصورة وإقامة مواقع محصنة تشرف على القرى المحررة من شأنهما وضع حد لعمليات فصائل المقاومة. الآن ربط العدو على هذه القلعة واستعملها كمنطقة للإشراف على القرى المحيطة وعلى التلال وعلى الوديان، وكما نرى استحدث استحكامات خنادق ودشم وإلى آخره. لكن المقاومة استهدفت هذه القلعة في عملياتها بشكل مستمر. من هنا كانت هذه القلعة تمثل حالة الرعب التي أصابت جنود الصهاينة خلال احتلالهم لجنوب لبنان، لأن هذه القلعة كانت محط اهتمام المقاومة في عملياتها، وبالتالي هي نموذج لحالة الرعب من المقاومة التي أصابت جنود الاحتلال. وترجمت هذه الحالة في كتاب صدر اسمه بوفور. هذه القلعة تسمى عند الصهاينة بوفور نسبة للاسم الفرنسي. هذا الكتاب تحول إلى فيلم
وفيلم مهم جدا يحكي حالة الذعر والقلق والخوف التي مرت على جنود الصهاينة هنا في هذه القلعة خلال عمليات المقاومة الطويلة والبطيئة. نعم. فيما كانت إسرائيل ترسم خطوط هزيمتها الأولى، كان حزب الله يسطر الأحرف الأولى لإعلان نفسه. في منطقة الشياح أحد أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت، أعلن حزب الله رسمياً عن ولادته كحركة جهادية لمقاومة المحتل الإسرائيلي مع رؤية سياسية للداخل اللبناني. نحن في لبنان نواجه مأساة تتضمن كل أنواع البلاء. نحن نواجه الجوع والفقر. أخرنا الإعلان حوالي سنتين ونصف تقريبا بشكل واضح، ولم يكن الإعلان الرسمي عن حزب الله إلا في 16 شباط سنة 1985 في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشيخ راغب حرب، عندها أصبح الإعلان رسمي. نعم قبل ذلك بدأ يتسرب إلى وسائل الإعلام وبطريقة أو بأخرى أن هذه العمليات هي عمليات المقاومة الإسلامية، لكن ليس من بداية الطريق. كانت عملية تدريجية، ففي البدء كانت هناك مجموعات مختلفة تعمل ضد إسرائيل. فأنا أذكر مثلا أنه في أول عامين من اجتياحنا لبنان عام 82 كانت هناك مجموعات ناشطة ضد إسرائيل ثم اختفت، فأنا لم أعد أسمع بها. لذا كان علينا التعاطي معهم ومع أمل التي كانت الميليشيا الشيعية الكبرى وغيرها من المجموعات، وكان حزب الله إحداها، ولكن على نحو تدريجي اكتسب أهمية أكبر كقوة قتالية وأزاح حركة أمل ليصبح أكثر أهمية منها. لذا متى حدث ذلك بالضبط؟ ومتى تغيرت نظرتنا إلى الأمور لنرى أن الخطر الحقيقي متمثل في حزب الله عام 84 أو 85 أو قبل ذلك؟ أنا لا أذكر بالضبط. كانت الفترة التي مضت من الاجتياح الإسرائيلي إلى 16 شباط 1985 فترة كافية بالنسبة إلينا لنضج الهيكل التنظيمي للحزب وترتيب وضع المقاومة واستقطاب عدد من الشباب ووجود أجواء تساعد على إعلان الحزب بشكل سياسي، مما يجعل أي ضربة توجه لشباب الحزب ضربة يمكن استيعابها وامتصاصها لمصلحة الاستمرار. بدأت يعني أتعرف على حزب الله منذ انطلاقته، يعني بدأ عملياته وبدأت الصحافة الصهيونية تتحدث عنه والإعلام يتحدث عنه، لكن لم أكن ملما بطبيعة هذا الحزب وتركيبته وأهدافه الدقيقة والآخرية. مع تطور المقاومة وصعود حزب الله إلى الواجهة أكثر أصبحت المعلومات تتدفق أكثر فأكثر، ونطلع أكثر على طبيعة الحزب، فكر الحزب، بنية الحزب. بدأ حزب الله بالظهور العلني في قرى الجنوب. هذه اللافتات والجداريات تعبر عن طريقة إفصاح المقاومة الإسلامية عن نفسها بعدما شرعت في تنظيم صفوفها رسمياً ضمن أطر تنظيمية. إذن أيضاً الحاجة العملية السياسية اقتضت أن نعلن وأن يصبح لنا ناطق رسمي وشخصيات بارزة تستطيع أن تطل وتبين الأهداف، إذ لا يمكن للمقاومة أن تستثمر عملها وأن تستمر وأن تؤثر إلا إذا كان لها من يعبر عنها سياسياً وإعلامياً وثقافياً. منذ الطلقات الأولى في خلدة سنة 1982 هذه الحرب عندما بدأناها كنا بوعي كامل
من نقاتل وفي أي طريق في أي ذات شوكة نمضي ونسير. في الثمانينيات كان حزب الله واحداً من عدد من المجموعات الأخرى، واحداً من لائحة طويلة من الحركات المعادية لنا. ففي عام 86 كان حزب الله مجموعة متميزة، ولكن لم يكن المجموعة الوحيدة، ولم يكن مزوداً بمعدات كافية، ولم يكن خطراً جداً. الإمكانات المتواضعة لم تمنع حزب الله من إخراج ما في جعبته من أساليب جديدة شرع في تطبيقها على الاحتلال. المقاومة الإسلامية شكلت قفزة نوعية وشكلت سابقة، فعلا سابقة نوعية هامة جدا في هذا الصراع مع العدو الصهيوني، لأنها بدأت بشكل متدرج. وإذا ما جئنا ورسمنا خط سير هذه المقاومة نرى أن الخط كان تصاعدياً دائماً، لم يشهد اهتزازات حادة ولم يشهد انحدارات. من هنا أن أهمية تجربة المقاومة الإسلامية أنها أسست وأسست على الذي تأسس وهكذا دولي. وبالتالي ما أنجزته المقاومة الإسلامية على مدار سنوات بالتأكيد شكل أمل جديد بأن هناك حزب من طراز جديد وقيادة من طراز جديد خرجت لتحمل هذا المشعل أو هذا لواء التحرير. المفاجأة الجديدة تمثلت في شريط الفيديو هذا الذي صوره الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية، وأظهر تفاصيل دقيقة عن عملية اقتحام موقع سجد في أعالي جبل الريحان. عملية متقنة عاد منها مقاتلو المقاومة الإسلامية بآلية عسكرية وغنائم متعددة على مرأى من المروحيات الإسرائيلية المذهولة مما يجري لعناصر جيش لبنان الجنوبي. أستطيع القول أن المقاومة الإسلامية أبدعت نموذجاً للمقاومة لا أعتقد أنه موجود في كل العالم وفي كل التجارب السابقة، بحيث جمعت المقاومة بين عملية الكر والفر المشهورة فيها العصابات والمقاومات المختلفة والمواجهة الميدانية التي هي أقرب إلى الجيش النظامي، بحيث أنه حصل مزج بين الفكرتين، بحيث تطبق الفكرة الأولى في مواجهات معينة كر وفر، وتطبق الفكرة الثانية في مواجهات أخرى. الحرب التقليدية الأخيرة هي حرب عام 82 في لبنان، لأن التشكيلات العسكرية الكبيرة كانت تقوم بالمناورات في الأراضي المحتلة في لبنان، وهي كانت حرباً تقليدية جداً، على الرغم من وجود بعض الجوانب الحديثة فيها. ومنذ ذلك الحين من البديهي أن تتغير طبيعة الحروب. أحياناً يكون ما يظنه الناس حرباً أهم مما يحدث حقاً فيها. التصورات مهمة جداً، وأظن أن قوات الدفاع الإسرائيلية تفهم هذا الواقع، وهي تقوم الآن بتطوير استراتيجيات وتكتيكات ستلائم هذا النوع من الحروب. أصبح خبر اقتحام المواقع من قبل مقاومي حزب الله وغنم آليات عسكرية خبراً ثابتاً في صحف بيروت وعلى شاشة التلفزة الرسمية الوحيدة.
بدأت مرحلة جديدة من العمل العسكري أشد إيلاماً للاحتلال الإسرائيلي. قرأت عدد من التقارير التي تتحدث عن أن طريقة المقاومة الإسلامية في لبنان تدرس الآن في كليات أوروبية وأمريكية لمعرفة مكامن الضعف والقوة وكيفية مواجهة مثل هذه الأعمال وكيف يمكن أن تتعامل الجيوش مع مثل هذه المقاومات، لأنه كان عمل مميز، وأستطيع الإدعاء بأن هذا من مميزات عمل حزب الله. تواترت العمليات الجريئة والمدروسة لحزب الله ليصبح جنوب لبنان في نظر الجنود الإسرائيليين أشبه بجهنم. حركة أمل واصلت أيضاً عملياتها، غير أن جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية بدأت مرحلة تراجع تختلف تماماً عن زخم الانطلاق. ابتداءً من 85-86 استمر الحزب الشيوعي في المقاومة وبشكل فعال، ولكن كان عم بيزيد أدوار الآخرين، دور الآخرين كان عم بيزيد بشكل خاص حزب الله. مثلاً أبرز مجموعة من أبرز عملياتنا نفذت بعد 85 و86، منهم عملية سوهاب شارة مثلاً ضد أنطوان لحظ بسنة 87. مجموعة عمليات كبيرة نفذت في ذلك التاريخ، إنما كان دورنا نسبياً عم يتراجع ودور الآخرين بشكل خاص حزب الله عم بيزيد. في 17 من شباط فبراير عام 86، وفي الذكرى الثانية لاغتيال الشيخ راغب حرب، تمكنت المقاومة الإسلامية من أسر جنديين إسرائيليين في منطقة بيت يحون المحتلة ونقلتهما إلى المنطقة المحررة. كان ذلك بداية مسار جديد سيكون لحزب الله فيه باع طويل، وهو استعادة المعتقلين من السجون الإسرائيلية. فحزب الله كان ظاهرة خارج إطار الجيش، والتعاون معها كان تعاونا فرديا لبعض المقتنعين بهذه الظاهرة، إما مؤمنين عقائديا نتيجة الإيمان العقائدي، إما مؤمنين بأن هذه الظاهرة لقتال إسرائيل وأنا مع من يقاتل إسرائيل، وربما أكون علمانيا ولست من نفس العقيدة، ربما يكون إنسان شيوعي أو قومي سوري أو ما إلى ذلك، لكن يرى في هذه الظاهرة أنها تقاتل إسرائيل وهو مؤمن بقتال إسرائيل، فكان يتعاطف مع هذه الظاهرة. حاول الاحتلال عزل منطقة الشريط الحدودي عن سائر القرى والمدن في الجنوب من خلال خلق حال شعبية متعاملة معه تشكل فاصلاً بين إسرائيل والمقاومة. كان هناك نوع من التواصل بين ميليشيا العملاء والقوى السياسية التي تسيطر على الجزء الآخر من الوطن. يعني هو المشروع التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة كان امتداد لمشروع أكبر كان متموضعاً ومتماهياً مع المشروع الإسرائيلي، وبقيت حالة التواصل هذه مستمرة، حتى كانت خطوط التواصل والإمداد عبر البحر ما بين المنطقة التي كانت محتلة وبعض المناطق ما يسمى بالمناطق الشرقية التي كانت واقعة تحت سيطرة قوى الأمر الواقع أو ما يسمى بالميليشيات المسيحية في تلك الفترة. في نفس الوقت يعني كان شرائح كبرى في المجتمع المسيحي داخل ما عرف بالمناطق المسيحية حينها رافضة لهذا المشروع، ولكنها كانت يعني تمثل إذا جاز التعبير غالبية صامتة عبرت عن نفسها في مرحلة السلم الأهلي وبعد اتفاق الطائف. بلشت في بوادر هيك تغيير عند المسيحيين يلي كانوا يحبزون العلاقة مع إسرائيل من بعد معركة الجبل، والتسلم والتسليم يلي صار والفاضح بين الجيش الإسرائيلي وقوات الحزب التقدم الاشتراكي الدروز يعني ببعض المواقع بالجبل،
مع انه كانوا قايلين لنا انه رح يسلمونا هالمواقع هاي، يبدو انه عطيوها للحزب التقدم الاشتراكي وقتها وللدروز. هالشغلة حقيقة انه هالانسحاب هيدا خلينا نقع بمأزق القوات اللبنانية وقتها بهذيك المرحلة. وبعدين طبعا كمان صار في معركة الشحار وشرق صيدا والى اخره، يلي كمان مرة بينت لنا انه الاسرائيلي ما جاي يعمل مصلحتنا، وانه بالسياسة ما في عواطف وبالحرب ما في عواطف، في مصالح، وانه الاسرائيلي بالاخر جاي يعمل مصلحته. في ذروة صراعه مع القوات السورية بعد تعيينه رئيسا للحكومة اللبنانية، حاولت اسرائيل استمالة العماد ميشيل عون من دون جدوى. هذه الرواية راجت بشكل واسع داخل بلدة رميش مثلا المسيحية، عن أن أحد كبار العملاء الإسرائيليين غادر إلى بيروت والتقى الجنرال ميشيل عون في قصر بعبدة، وحاول أن يقدم له بندقية إسرائيلية من طراز عوزي، عارضا على الجنرال ميشيل عون خدماته عبر الإسرائيليين. وعاد هذا الضابط العميل ليروي بين الناس ليتحدث عن عناد الجنرال ميشيل عون وشراسة الجنرال ميشيل عون ورفضه التعاون أو القبول للهدية السم، وقال قولا شهيرا نطق به هذا الضابط بلسانه عندما قال أن الجنرال عون قال له أنه يقبل أن يخسر مع السوريين ولا يقبل أن يربح ضد السوريين ويتحالف عبر تحالفه مع الإسرائيليين. كان لبنان على وشك الانتهاء من الحرب الأهلية عندما اغتنمت إسرائيل التحولات وأنزلت كوماندوس عسكريا على بلدة جبشيت في 28 من تموز يوليو عام 1989. اختطف الشيخ عبد الكريم عبايد مع 2 من مرافقيه ليقبع في معتقلات إسرائيل 14 عاما. بدأت عملية توحيد لبنان الذي كان مقسماً عسكرياً بين جيشين وسياسياً بين حكومتين، فيما بقي الجنوب ساحة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. أفضت معركة العماد ميشيل عون إلى خروجه من لبنان وإمساك سوريا مباشرة بالساحة اللبنانية بموافقة دولية. طايف كلف دم كتير لبناني وسوري تحديدا لحتى قدرنا نوصل له، لانه اتفاق الطايف هو عنوان لعروبة لبنان، هو مش بس دستور داخلي، هو هوية قبل ان يكون اي شيء اخر. لاول مرة منذ استقلال لبنان بعام 43 تحسم مسألة الهوية العربية للبنان. عندما اعيد توحيد لبنان عام 90 بدخول القوات السورية وإعادة تركيب لبنان في تلك الحقبة، طبعا من رسم استراتيجية لبنان وسياسته الدفاعية، أنا أقول أنه ليس لبنان وليست القيادة السياسية في لبنان، هي القيادة السياسية في سوريا، هي الرئيس حافظ الأسد. كان الطائف ينظر إلى مجمل الوضع السياسي وإدارة البلد، ولذا ركز في السياسة على أمور محددة. مثلا تحدث عن علاقات مميزة مع سوريا لإنهاء مشكلة استخدام لبنان معبر للإضرار بسوريا، تحدث عن حق لبنان باستخدام كل الوسائل لتحرير أرضه لأنه أرضه كانت محتلة، وبالتالي يجب أن يجيب هذا الاتفاق عن الحل في مواجهة الاحتلال.
من دون أن يذكر التفاصيل، يعني هو وضع قواعد لهذا الأمر. الخطوة الأبرز كانت توحيد الجيش اللبناني وتعيين العماد إيميل لحود قائدا له. أهم شيء هي عقيدة الجيش الجديدة اللي بلشت من وقت اللي توليت قيادة الجيش 91، لمن أول ما فات الجيش على جنوب ما كان بدهم يفوت، لأنه اللي صار أنه إجاني أمر تفوت على كل بعد ما توحد الجيش، فتنا وين ما كان، وخاصة بلشنا ببيروت، بلشنا بالكارانتينا ببربو كذا إلى آخره. لما وصلنا على قصة الشوف صار عندنا شوية مشاكل وقتها، أنه الأستاذ وليد جنبلاط ما بده أنه نحن نفوت، أنه لا لما بيطلع أمر يا بتلغوا الأمر يا نحن فايتين. بقى قالهم نطور للصبح نطلع قرار مجلس وزراء، الساعة 8 ما أجا طلعت أنا وياهم وعم نتخضى، بس أخذناها. لما جينا بدنا نفوت على الجنوب بوصل مثل عادي قدام عسكريتي، كانت نكون هونيكي على طلوع الضوء، بلاقي قائد الحملة اللي بده يكون وقتها أنا زاك قائد المنطقة نايم. ليش نايم؟ قال لي إجاني خبر بالليل إنه خلص لغيناها. ليه؟ لأنه كان صايرة من قبل، إذا بنتذكر أيام رئيس الياس سركيس وصلوا على كوكبة وقفوهم، ما بدون مبسوطين الإسرائيلية عم بيعوا مثل ما بدون. من ناحية تانية في شرق صيدا وصيدا مرتاحين ما في جيش، وإنه نحن من بعيد نحكي. وقتها قلت له بطلت أنت قائد الحملة، عينت بلحظتها واحد. اتصلوا فيي وقتها رئيس الجمهورية وكل اللي كانوا مسؤولين أنا ذاك، إنه شو بك تخربها هلأ، هاي بدها تعمل ردة فعل وبدها تقوم القيامة بصيدا والفلسطينية. ومن ناحية تاني قلت لهم أعطيته أمر أنا في، لما تلغوا الأمر بتحكوني، مش بتمسحوا بالجيش بتقولوا أعطينا أمر وتراجع مثل ما عملوا بكوكبة وغيرها. مع بدء مرحلة سياسية جديدة عنوانها الجمهورية الثانية، أعاد حزب الله توزيع مقاتليه على مختلف محاور الجنوب ليستأنف بقوة نشاطه العسكري ضد الاحتلال. كانت المقاومة بعد مبلش جديد يعني بقوتها. بيسألني قائد المنطقة قائد اللواء اللي فات بيقول لي نحن لما كنا بعدنا ضباط صغار ايام كان ممنوع انه اي مسلح يفوت على بقة العمل اللي كانت موجودة بجنوب، كنا نلقطه ونعطيه المخابرات. انا فعلا مش عارف مين، قلت له يعني مثل مين فلسطيني؟ قال لي لا هودي لبناني بده يرجع، بيقولوا بده يرجع ضيعهم، كيف بده يرجع ضيعهم؟ قلت له مش عيب، نحن عملنا جيش وطني، لبناني بده يرجع ضيعهم مستعدين يموتوا مشان ارضهم، نحن ما نلقطهم نسلمهم مخابرات. قلت له نحن دعم لهم. هون بلش استراتيجية الدفاعية اللبنانية، انه مطرح ما موجود الجيش الوطني ممنوع يكون اي مسلح، بما انه دوليا منعنا حقهم يرجعوا عضيعهم ونحن دعم لقلهم، ما بتلقطوهم انتوا بتكونوا دعم. وتبنت الدولة اللبنانية المقاومة كخيار لتحرير الارض، ما تبقى من الارض، لانه ما في جيش لبناني يستطيع مهاجمة الجيش الاسرائيلي لطرده خارج الارض اللبنانية. وحدها المقاومة، عليك ان تقوم بحرب عصابات. دخلت اسرائيل على خط النزاعات الداخلية من خلال محاولة تحريض الأهالي ضد أسلوب العمليات الجديد. كانت ترد على كل عملية وتوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، فتثير رد فعل سلبياً لدى جزء من الجنوبيين تجاه العمليات، كما كان يحصل مع المقاومة الفلسطينية. أنه في البدايات لم يكن الناس مقتنعين بالمقاومة أصلاً، وكانوا يريدون التخلص من كل شيء اسمه مقاومة بسبب بعض التجارب اللي كانت مرة قبل 82 في منطقة الجنوب، فلديهم صورة سلبية عن وجود المقاومين بينهم في الفترات الأخيرة اللي صار فيها
يعني نوع من الاعتداء على بعض القرى أو تصرفات غير لائقة بالمقاومين في بعض الأماكن أو تدخل في الشؤون الخاصة والشخصية. هذا الأمر كان منطبعا في أذهانهم، فاعتبروا أن المقاومة الإسلامية هي مثل غيرها، ما هي مقاومة مثل المقاومات. لكن الحمد لله تعالى استطعنا أن نتجاوز هذا الأمر تدريجيا. قلص أداء المقاومة الإسلامية من مخاوف تكرار تجربة العمل المسلح انطلاقا من الأراضي المحررة. كان على حزب الله أن يقوم بمهمتين متلازمتين معا، وهما مقاومة المحتل ورسم صورة جديدة للمقاومة تمحو ذكريات الأهالي المؤلمة التي تسبب بها الوجود المسلح السابق. ولذا كان المقاومون دائما يحرصون على أمرين أساسيين في المقاومة. الأمر الأول أن لا تكون المظاهر مسلحة، وأن تكون المقاومة في سرية كاملة، لأنه لا يوجد انسجام بين المظهر المسلح والعمل المقاوم السري المؤثر. فلماذا إذن إبراز السلاح في الأماكن السكنية أو في الأماكن البعيدة عن المواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي؟ هذا أمر لا يجوز أن يكون. الأمر الثاني، كانت العمليات تأخذ بعين الاعتبار ابتعادها عن السكان وعن القرى وعن المدن، بل بعض العمليات ألغاها الإخوة في اللحظة الأخيرة، لأنه أثناء مرور جيب إسرائيلي مثلا كانت تمر سيارة مدنية. أنا مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى أن أمارس المهمات كما أرادها الله تبارك وتعالى، من مهمة حمل البندقية لمواجهة الأعداء وطردهم من أرضنا، إلى مهمة لقمة الإنسان الجائع. كل هذه المهمات هي مسؤوليتي. أما أن أطمئن أنني أنا أكل في بيتي، أسكن في بيت ثم هناك بيوت تسقط على رؤوس أبنائها، كيف يستطيع الإنسان أن يعتبر نفسه مسؤولاً بين يدي الله وخليفة لله على وجه هذه الأرض ثم هو يمارس هذه المسألة؟ كل مقاومة كان تجي تستفيد من تجارب المقاومة اللي قبلها. يعني نحن استفدنا من تجربة المقاومة الفلسطينية، والمقاومة الإسلامية استفادت من تجربة المقاومة الوطنية اللبنانية. وكما ذكرت هي سلسلة، هي حلقات في سلسلة، المقاومات هي حلقات في سلسلة متواصلة ومستمرة. نقطة التحول الأبرز في مسار المقاومة جرت أيضاً في 16 من شباط فبراير عام 92. في هذا التاريخ اغتالت إسرائيل الأمين العام الثاني لحزب الله السيد عباس الموسوي. كان السيد الموسوي عائداً من بلدة جبشيت بعد مشاركته في الذكرى السنوية الثامنة لاغتيال الشيخ راغب حرب. كان بعض الآراء أنه الذهاب لا يخلو من خطر، لكن في النهاية تحت عنوان أنه موجود بعض الاستعدادات، وربما لم يكن هناك تصور أن إسرائيل ستتصرف بهذه الطريقة، كان ذهاب الشهيد السيد عباس كجزء من تثبيت هذا الخط، ونال شهادته مع زوجته وولده الطفل، ونحن نعتبر أنه وسام في الواقع في هذه المرحلة الحساسة من الزمن.
سريعاً انتخب الحزب السيد حسن نصر الله أميناً عاماً ثالثاً له. أفهم أنك تعنين بسؤالك إن كان من الممكن أن يكون حزب الله قد تطور على نحو مختلف لو بقي الموسوي قائداً للحزب عوضاً من نصر الله. لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال، لا أدري، لا أدري. ماذا يمكنني القول عن نصر الله من خلال ما حدث في حزب الله؟ يمكنني القول بثقة إنه لم يكن قائداً أقل قوة من الموسوي، فهو قائد قادر ومؤهل وساحر. ولكن إذا قلت أي شيء غير هذا فسيكون مجرد تخمين. عباس الموسوي كان مؤثراً جداً وذا تأثير كبير، لذا فهذا السؤال صعب جداً. نحن نعرف ماذا حدث بعد اغتياله، ولكننا لا نعرف ما كان يمكن أن يحدث إن لم يجري اغتياله. لعله يكون أكثر نجاحاً وأكثر تأثيراً، لذا فهذا السؤال صعب جداً ولا يمكن قياس الأمر إلا على المدى البعيد، إذ لم يمر وقت طويل على ذلك. ربما نحن نراها اليوم كغلطة، ولكننا لا نعرف حقاً. ولكنه يسمعنا ويشهد علينا فيما نقول، ونقول لكم جميعا: عهد عاهده الشهداء والمجاهدون منذ الانطلاقة الأولى كان مع الله ومع الإمام ومع القائد ومع كل شهداء حزب الله. هذا الطريق سنكمله لو قتلنا جميعا، لو استشهدنا جميعا، لو دمرت بيوتنا على رؤوسنا، لن نتخلى عن خيار المقاومة الإسلامية.